وضمن منافسات الدوري ذاته، فقد يحل فريق برشلونة حمل لقب مساء اليوم ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الأتلتيك. البارسا يدخل المباراة في مسعى لتأكيد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي الذي بات غريمه التقليد ريال مدريد أحد أقطابه برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يحاول صاحب الأرض الاستفادة من درس المباراة الماضية خصوصا عندما أحرز هدفا مبكرا لكنه فرط بتقدمه قبل نهاية المباراة، لا سيما أنه سيدخل المباراة بخيار الفوز فقط الذي سيضمن تأهله.